إلى أمانة بغداد، هذا من جهاز المخابرات، أمانة بغداد مديرية شؤون المقابر، الموضوع دفن جثث، يرجى دفن جثث الأشخاص المدرجة أسماءهم أدناه ووضع دلالة عليهم وعدم إعطاء أي معلومات عنهم إلا بعد الرجوع إلينا لاتخاذ ما يلزم مع التقدير عن مدير جهاز المخابرات. هذا التوقيع. لماذا لا تسلم الجثث؟ كثر العدد، كثر العدد. نعم، هؤلاء عشرة. نعم عشرة. عشرة. نعم، موجودة على الشاشة. أجريت تحري مثل ما عادة الادعاء والمحكمة وهيئات التحقيق يجري تحري اجتماعي عن هل أهل هالجثث، هل أهل الجثث موجودين ذاك الوقت؟ أجريت تحري عنهم؟ محجوزين أهل الجثث، محجوزين، ولكن أقربائهم. أنت متأكد منهم؟ متأكد من قولي هذا؟ ماذا تقصد؟ من قولك أنهم محجوزين؟ أنا أجبتك بأنه ذويهم محجوزين، ولكن هناك أقرباء لهم في مدينة. يعني أنت متأكد أنه ذويهم محجوزين؟ نعم متأكد. نعم، هسه أنا مستعد أعطيك أيضا. لا لا، أنا ما شك. نعم. شوف. نعم. أنا ما شك بكلام العرابي. نعم، فقط سألتك. أنا أسأل بأنه سألتك. لماذا لا لم تسلم الجثث؟ العادة. نعم. انه مفهومي. نعم. مفهومي انه يحكم ينفذ به حكم الاعدام تسلم جثته الى اهله. نعم. اما اذا كان هنالك محذور استوجب انه يدفنون في مكان معلم واسماءهم معروفة والجهة اللي تدفنهم مسؤولة، فهذا شيء اخر انا لا اعرفه قبله. الآن عرفت. هذا شيء آخر، إذا كان القانون يتيح لهم فالقانون قانون، وإذا كان لا يتيح لهم فينبغي أن يحاسب الجهة المعنية على قدر مسؤوليتها في الإجراء. ذكر بأن هناك حالات محذورة. محذورة. مثلاً أنا ذكرت هنا أي قلت. نعم. إذا كان أكو محذور. نعم. إذا كان مثلا إذا كان هذا مو علي هو يجاوب. مثلا برأيك، أنا ما قلت محذورات، أنت قلت بأنه إذا كان هناك محذور. ايه؟ مثلا برأيك شنو المحذور؟ مثلا ليش تسألني السؤال؟ اسأل المعنيين نفسه. أنت كنت رئيس دولة. يعني أكيد كل شيء تعرف. ما تعرض علي جثث، يعني مو مدير مقبرة. نعم، ولكن برأيك، وأنت هسه قلت بأن إذا كان هناك محذور. عندما تكون صحفي وتجي تسألني جاوب، أما الآن أنت دعاء. ما عندك جواب. سؤال آخر. نعم. هناك مستنديا أو كتابيا هذا من رئاسة ديوان الرئاسة دائرة القانونية تاريخة أربع شوية شاهدوا تاريخ 17/12/1983. موضوع تبليغ المراسيم الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام، صفحة الثانية. هذا سبق وأن عرض المستند، إلا أنه الصفحة الثانية منه. من وقعه؟ دكتور سعد عبد الجبار العلوش رئيس الدائرة القانونية. كيف رئيس؟ رافعة إلى مطالعة تقريبا أو داخلي، مكتوب سيد الرئيس القائد حفظه الله. هذه بيها مش يقول حصل اطلاع. العنوان نعم قرأته. الموضوع تبليغ المراسيم بالمصادقة على أحكام الإعدام. نعم، هذا الهامش هو اللي أريد نسأل عنه. يقول حصل اطلاع السيد الرئيس القائد وتنسب على عدم تزويد أي جهة بمراسيم تصديق الأحكام. عمره كان 17 سنة وشهرين وسبعة أيام تسلسل في قرار الإحالة 27.
الحافظ محمد هادي الكلابي، تولد 1/7/1965، عمره كان 17 سنة و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 14. إبراهيم صالح كاظم الموسوي، تولد 1/1/67، عمره كان 15 سنة و6 أشهر و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 87. مسلم عبد علي حسن العبيدي، تولد 1/1/1965، عمره كان 17 سنة و6 أشهر و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 17. هاشم محمد لطيف السلامي، تولد 1/1/1966، عمره كان 16 سنة و6 أشهر و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 56. حسين سهيل نجم السلامي، تولد 1/1/1968، عمره كان 14 سنة و6 أشهر و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 124. أحمد جاسم عبد الحسن الجميلي، تولد 15/8/1964، عمره كان 17 سنة و11 شهرا و23 يوما، تسلسل في قرار الإحالة 105. قاسم محمد جاسم الزند الزبيدي، تولد 1/3/1970، عمره كان 12 سنة و4 أشهر و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 144. سالم عبد عباس علي، تولد 1/3/1967، عمره كان 15 سنة و4 أشهر و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 31. حسن دحام سلطان، تولد 1/1/1969، عمره كان 13 سنة و6 أشهر و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 23. هاي بالنسبة للأحداث دون سن 18 سنة. أما بالنسبة لسبع أسماء أيضا، هم حقيقة أكثر من 18 سنة عمرهم، ولكن دون العشرين. ولكن دون العشرين. عدد الأسماء. نعم. علي أنور حسن السلامي، تولد 1/7/1964، عمره كان 18 سنة و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 11. جاسم ناجي عبيد الأسودي، تولد 1/7/1964، عمره كان 18 سنة و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 133. علي نجم سهيل السلامي، تولد 1/1/1964، عمره كان 18 سنة و6 أشهر و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 99. حيدر جاسم حسين السلامي، تولد 1/1/1964، عمره كان 18 سنة و6 أشهر و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 53. مظهر جميل أيوب الخزرجي، تولد 1964/9/1964، عمره كان 18 سنة و6 أشهر و29 يوما، تسلسل في قرار الإحالة 44. حسين سلمان مصلح الخزرجي، تولد 1/7/63، عمره كان 19 سنة و7 أيام، تسلسل في قرار الإحالة 134. محمد عبد الجواد الزبيدي، تولد 22/9/1963، عمره كان 19 سنة و10 أشهر و16 يوما، تسلسل في قرار الإحالة 2. وهناك أيضا عدد 35
شخص وارد اسمهم في قرار الإحالة، خاطبنا نفوس صلاح الدين، إلا أنه لحد هذا اليوم لم يرد ترد الإجابة، وإن شاء الله عندما ترد سوف نقدمها للمحكمة الموقرة. نعم نعم، هاي نفوس صلاح الدين وليس سوق مريدي. نعم الحقيقة نعم، عندنا فقط متبقي العفو سيادة رئيس المحكمة سجلات الأحوال المدنية. نعم، إذا ماكو دفاتر النفوس الأصل سجلات الأحوال المدنية، هذه سجلات الأحوال المدنية وردت إضافة لهويات الأحوال المدنية، هذه ورد كتاب بناء على طلب هيئة الادعاء العام.